بارك الله فيكم. وهنا سأل كذلك يقول هل كان شعار الصحابة رضوان الله عليهم يوم اليمامة يا محمدة في معركة اليمامة، هل كان هذا الشعار يعني يقولونه ويتداولونه بينهم؟ هذا ذكره بارك الله فيك الصوفية القبوريون منهم يحتجون بهذه القصة. هذه القصة ذكرها ابن كثير وذكرها ابن جرير رحمهم الله في تاريخ الأمم والملوك، ذكر هذه القصة بسند مظلم، يعني في هذا السند آفات. منها أحد الرواة قال عنه علماء الجرح والتعديل سعيد بن عمر والله أعلم عن الضحاك بن يربوع عن رجل من بني سحيم، فالأول قال عنه علماء الجرح والتعديل أحدهم قال إنه زنديق وبعضهم قال إنه متروك، سبحان الله. طيب، ويروي عن المجاهيل وعامة أحاديثه منكرة، هذا الأول. عن الضحاك بن يربوع، ضحاك كذلك مجهول، مجهول العين، لم يروي عنه إلا هذا الذي رمي بالزندقة. عن أبيه يربوع كذلك مجهول، مجهول العين. عن رجل من بني سحيم، رجل من بني سحيم هكذا. طيب، فهذا السند رجل، هذا السند ساقط لا يحتج به. طيب، فنقول هذه القصة يعني كون الصحابة كانوا يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المعارك والغزوات وكان شعارهم ومحمداه ويا محمداه، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم يثبت بسند صحيح، ولا يعمل في مجال الاعتقاد خاصة، لا يعمل بالأحاديث الضعيفة، لا يعمل بالأحاديث الضعيفة. وذكرنا أن هذا الضعف شديد الضعف وليس ضعفا يعني يسيرا يتقوى مثلا بمجموع الطرق والشواهد. هذا السند موجود وهذا السند في هذه الآفات. ثم على فرض صحة السند، نقول هذا العمل أو هذا الشيء مخالف لنصوص صريحة من الكتاب والسنة. ونذكر منها نصا واحدا يعرفه جميع المسلمين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة تكون بالله عز وجل، الاستعانة تكون بالله جل وعلا وإياك نستعين. ربنا جل وعلا علمنا وأوجب علينا في كل ركعة أن نقول ونجدد توحيدنا ونقول وإياك نستعين. والقبوريون لا يفهمون، يقولون ربنا جل وعلا أوجب إفراده بالعبادة، أما الدعاء فلا إشكال، والله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى لما قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يفسرون الدعاء بالعبادة، يقولون الدعاء هنا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، يقولون والدعاء أليس من العبادة؟ بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن الذي يدعو شخصا يعبده، فمن دعا الله وحده عبد الله وحده، ومن دعا الله ثم دعا معه غيره نقول عبد الله وعبد غير الله، وماذا يسمى من هذا حاله؟ هو مشرك. مشرك. ثم يقول ربنا جل وعلا في آية أخرى صريحة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الله وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى دعاء ماذا؟ بداية الآية ومن أضل ممن يدعو، نهاية الآية كافرين. ما هي؟ وهم عند بعبادتهم كافرين، بعبادتهم سمى دعاء عبادة. إذن الذي يدعو غير الله جل وعلا نقول هذا لا يوجد شخص أضل من هذا وأكثر انحرافا من هذا، لأنه يدعو غير الله. ومن غير الله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا من القيامة؟ والله لا النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب ولا الأولياء ولا الصالحون، بل وهم عن دعائهم غافلون. غافل لا يسمع. النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته ما كان يسمع من يتكلم خارج البيت، ما كان يسمع. الله أكبر. هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما كان يسمع من يتكلم خارج الغرفة، فكيف يسمع وهو في قبره يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات وفي آن واحد يسمعها كلها ويفهمها كلها؟
ولا يشغله سمع عن سمع طيب ويستجيب لجميع هذه الأصوات والدعوات ويقضي الحاجات ويكشف الكربات المسافات هذا لا يوجد إلا رب العالمين هو متصف بهذه الصفة الله أكبر فبارك الله فيك هذا شرك محض إذن فضيلة الشيخ أن هذا قصة باطلة والحديث ضعيف جدا كما ذكرنا السند لكن عجيب أمر هؤلاء نذكر لهم آيات الآية صحيحة. ما فيها صحيحة وضعيفة نعم. كلها آيات قرآنية نذكر لهم الآيات ونذكر لهم الأحاديث الصحيحة ما يقبلونها إذا وجدوها خلاف معتقدهم الله أكبر. لكن يتشبثون بماذا؟ بهذه الأمور الواهية الضعيفة جدا والمنكرة والمكذوبة يتشبثون بها لتحقيق بدعتهم وشركهم وكفرهم الله أكبر, الله أكبر.